طيب دكتور حامد ابقى معنا الآن، اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام بأن نشاهد الكليب الأول الذي لدينا للأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي المعروف، وهو يعلق على الانتخابات الرئاسية الإيرانية وعلى استبعاد أحمدي نجاد وعلي لاريجاني من المشهد الانتخابي وعدم قبول أوراق ترشحهما. دعونا نشاهد. نتابع بأن هناك انتخابات إيرانية رئاسية مبكرة بعد سقوط طائرة إبراهيم رئيسي والتي أدت إلى مقتله. استبعاد أحمدي نجاد، استبعاد علي لاريجاني، هل نحن أمام مشهد انتخابي حقيقي أم مشهد مزيف ودعائي؟ مزيف 100%، لأنه المرشد والمؤسسات التابعة للمرشد فوق الشعب. الديمقراطية هي حكم الشعب بتعريفها البسيط الأبسط. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، يعني حكم الشعب نفسه، يعني ما في حدا فوق الشعب. في إيران المرشد فوق الشعب، ومجلس ما بعرف إيش اسمه، صيانة الدستور ومجالس يعني خرافية، هي التي تقرر من يترشح وليس الشعب. فهذه ليست ديمقراطية ولا نصف ديمقراطية ولا ربع. طيب، من الأستاذ أحمد كامل الذي كان ضيفا هنا في القناة التاسعة عبر برنامج رأي إلى التغريدة التالية التي لدينا لكي نطلع على ما كتب من قبل النشطاء والمغردين والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقع إكس حاليا، تويتر سابقا، وهم يعلقون على استبعاد نجاد ولاريجاني من المشهد الانتخابي في إيران، خاصة بعد سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق أو القتيل إبراهيم رئيسي. طيب، لو يسمح لنا مخرج البرنامج. نعم، أمام حضراتكم ناصر الشهري كتب ليقول استبعاد أحمدي نجاد من سباق الرئاسة الإيرانية وذلك للمرة الثالثة. الجدير بالذكر بأن اللجنة التي تحدد قبول المرشحين تابعة للمحافظين وليست منتخبة. من الآخر، رئيس القادم جاهز بالتأكيد في مكتب خامنئي. أعود مجددا للدكتور حامد. دكتور حامد، بماذا تعلق على هذه التغريدة وعلى ما كتبه ناصر الشهري؟ هو واضح جدا أيضا، يعني أنا ذكرت أنه طبيعة النظام السياسي في إيران يعني نظام شمولي، ليس له إمكانية أن تداول سلمي للسلطة إذا كان بين الإصلاحيين أو المتشددين، ولا يوجد أيضا حرية حتى في التعبير، لا حرية رأي ولا رأي آخر. هذه ليست ديمقراطية بالحقيقة، إنما هي فعلا فرض سلطة المرشد الأعلى، لأنه حتى التنافس الآن في داخل الإصلاحيين إذا كان تقريبا منتهي، لأنه الإصلاحيون لم يقدموا شيئا يعني جديدا بضعفهم الآن. المتشدد الذي كان يرأس الجمهورية اللي هو إبراهيم رئيسي الذي قتل الحقيقة في ظروف صعبة جدا، المرشد الأعلى يفضل أن يكون ليس أقل تشددا، البديل عنه أقل تشددا من إبراهيم رئيسي. ونعرف أنه الرئيس السابق كان بالفعل يعني يخضع لإرادة المرشد الأعلى، لا يمكن أن يفكر بشكل مستقل. فلذلك أحمدي نجاد وعلي لاريجاني لهم خبرة، باعتبار الأول كان رئيس سابق والثاني رئيس برلمان سابق أيضا، ولهم تقريبا يعني مجال للتفكير بشكل مستقل إلى حد ما، ليس 100% ولكن حيز ضيق من التفكير ومن الإبداع بالرأي، خصوصا أنه محمود أحمدي نجاد نعرف أنه أستاذ جامعي يعتقد كلية الهندسة، فلذلك يفكر بطريقة أكثر علمية من رجال الدين من الملالي، وهو ليس ملا كما يقال. يعني علي لاريجاني أيضا نفس الشيء، هو إلى حتى زيهم هو مدني أكثر من أن يكون شبيه بإبراهيم رئيسي الذي كان قاضيا إسلاميا، بمعنى أنه هو خريج الحوزة العلمية، خريج مشهد وقم، ودرس في يعني بين رجال الدين. هذا هو الفرق الآن. لذلك النظام الثيوقراطي أشبه إلى حد بعيد بنظام حكم الكنيسة في القرون الوسطى في أوروبا،
هذه قضية مهمة جدا ولا تشبه إلى حد بعيد حركة التنوير، حتى الحركة الإصلاحية في إيران لا تشبه حركة التنوير الديني يعني الحضري المدني، وإنما بالفعل هي خاضعة بشكل أو بآخر للولي الفقيه. نقطة هامة تلك،